بيريد الشر للبنان؟ كل إنسان عم بيحكي اليوم بشحن مذهبي وطائفي وعم بيجرب يجيش الشباب وعم بيجرب ينزل العالم على الأرض وعم بيجرب يحكي بلغة خشبية ما بقى إلى لزوم بالبلد، لأنه الناس كل اليوم متوترة لدرجة غير طبيعية. ليه ما بتسمي الأشياء بأسماء؟ سألي لجاوب. عم بسألك من مين؟ ما توصف لي، ما توصف لي، اعطيني أسامي مين يلي عم يعمل هيك بالبلد اليوم؟ اولا طيب رح جاوب. من مين خايف على النائب ميشيل المر؟ مش خايف من حدا. لا خايف، انتبه، يعني خايف بالسياسي، خايف بالتعاطي، خايف، ما عم اقول لك جايين يقتلوا. انا بنصحه نصيحه يعني. اذا بحب وياخذ فيها، هو نائب وعنده حريه الراي، يكون صديق مثلا لكل الشباب اللي بالقوات اللبنانيه، لانه انا هالشباب وهالجيل هذا يعني بحترمه وبقدره وبفهم مشاعره، بس مثلا ما بنصحه يتحالف مع الدكتور سمير جعجع ولا بأي شكل من الأشكال. وإذا قام بهذا التحالف لا سمح الله، أكيد ما رح يقوم، أكيد ما بكون موافق، لأنه هذا شخص أولا فجر جده سنة 91 وانحكم إعدام بهذا التفجير. مش سوري حكمه بال91، حكمه إعدام الرئيس رالف رياشي اللي هذا الفريق اللي بينتمي إله سمير جعجع سماه ليروح على لهي. نعم. صوت له بمجلس وزراء ليروح على لهي. معناتها تبلش من هون، معناتها اللي حكموا إعدام بتفجير جده ميشيل المر الراحل أكيد ما بنصحه أولا. سامي جميل شاب مثله مثله، أكبر منه شوي. سامي جميل ما بدنا نرجع هلا نحكي مثل ب 22 و حكي دولتر رئيس حكي بدي لك شيء. مش صحيح انه سياسي نحكي نص الكلمة او نعمل نص التزام او منعطي نص وعد او منخبر نص القصة، لا، سياسي صدق وصراحة بقي كيف مندور لزواياها بأي لباقة بأي كذا. انا لغاية اليوم بعد التجربة وكنت معتبره شاب واعد وإله مستقبل كبير، لن أثق بسامي جميل، لن أثق. يعني إذا قال لي اليوم سامي جميل أنا بدي أتحالف معك بقول له الله بيبعت، هلا ما حيقول لي لأنه عرف أنه أنا فقدت هذه الثقة. ما بوثق فيه. طير الوطن الحر ما عندي مشكل مع معهم أبدا. أبدا. طيب خاصمتهم بال18 وبال22 وربحت وخصمتهم هني وبالدولة وهني وحاكمين. هلا بطلوا حاكمين، نحن تربينا ببيت لما بيكون إنسان خارج السلطة ما منعود ناكله. بس ما عندك مشكلة؟ لا لا بالتيار. لا دولة الرئيس بهي الانتخابات الأخيرة ما جربت تشبك مع القوات ومع الكتائب بالانتخابات؟ بلا بلا. كيف اتصلوا فينا حكيوا معنا؟ ايه. بلشنا المناقشات، كنت عارف وين رح نوصل، وبكره لم شي نهار اذا استضفتي، اذا كان له شرف تستضيفي النائب ميشيل المر هو بيبقى يحكي بيشرفنا. قلت له تسلمي، قلت له انا بدي بس ما بدنا نتفاوض معهم، بس خلينا نلعب لعبتهم، بهمني تكشفهم قديش عم بيكذبوا من اول حياتك سياسيه، تما تكشفهم مثل جدك ومثل بعد 40 سنه. هيدا يؤخذ عليك. انا ليش سالت هالسؤال؟ لانه هلا اللي عم يسمعك دولة الرئيس كيف وصفتهم وما بتنصح ابنك انه يتحالف معه. ايه بدي اقول لك انه وطبيعي، وانا سالتك هيدا السؤال انه ما رح تتفاوضت معهم قبل الانتخابات ولو تزبط الامور، يعني حكيته ولو تزبط الامور. ولا اجتمعت فيهم، ولا اجتمعت فيهم ابدا. نائب سامي جميل دعاني على بيته على العشاء وقال لي انه متحالف مع الثورة. قلت له الله معك، وين اي ثورة تحالف معها؟ ما تحالف مع حدا، طلع هو حنكش. طيب جورج عدوان حكي معنا مرة مرتين، قال قيل قال قيل، كنت عارف انه عم بيحكوا معنا وتحت الطاولة عم بيحضروا اثنين يرشحون ببتغرين تيجربوا يرجعوا يعملوا اغتيال سياسي بالسياسي. ليش بدك تعتبره اغتيال سياسي؟ كل واحد بحق له يترشح، وين المشكله؟ عم تحكي عن هاني صليبه و ما بسميهم
بنحترم كل ال بحترمهم ما بتسميهم لحل كلام. طيب بس عم نقول مين هن ما بدي سميهم لانه اولاد الضيعه. بس بتعتبروا اغتيال سياسي كل واحد بحق له يترشح بمنطقته بضيعته. رح احل لك ليه هيدا عمل ديمقراطي. لو السيد هاني صديبه والسيد الثاني تبع مايك سبور شو اسمه سمير صديبه عملوا لايحة اني اعتبروا حالهم صور وتغييريين. طيب يعملوا لايحة صور وتغييريين منقل لهم على راسنا وعيننا والله يوفق. وفي معادين روم بالمتن اصلا مش صحيح. معاد واحد بس انت جاي ياخدك سمير جعجع وانت التاني جاي ياخدك سامي جميل ليحطك متريس رمل ليقوس علي بنص ضيعتي. طيب انا اجاني بحكيها مثل ما هي اجاني عدة عروضات من قلب بيت جميل تيكون حدا منهم معنا على اللايحة. نعم وهي اول مرة بقولها. من قلب بيت جميل من قلب بيت جميل من قلب العائلة. كان جوابي بسيط نحن عنا اخلاق بالسياسة ما منفوت نخرب بقلب البيوت والاحزاب. عنا اخلاق لانه هي قلة اخلاق. ليه ما زبطت؟ تاني شي طيب لما بتجيبي واحد معك باللايحة بيخد له ابو الف صوت او اللي هني او خمس اللي هني وبتاخدي منه مبالغ طائلة من المال وانا بعرف قديش بالملوين والوثائق عندي وبعرف على المطار كيف كان يفوت الكاش وكيف كان يقطع لانه لمين؟ بعرف للي اخدوهم باللوايح. طيب واخر شيء بتكبولن ابو كمية صوت. طيب بتطلع باحد المرشحين ببتغرين اخد 60 صوت بضيعته واخد هونيك ما بعرف قدي ببقية المتن. انه حدا بده يقنعني انه هاي الاحزاب اخدتهم لان مقتنعة انه رح ينجحوا. برأيك استعملتهم بس اكتمال ولا تحارب فيهم؟ استعملتهم لحالي وحدي. في حال سقط نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب يطلع هداك بابو 100 صوت بس لتهرته وهذا الشيء عيب. ثانيا نحن اولاد ضيع حضرتك من ضيعة ونحن اولاد ضيع الحساسيات بالضيعة خطره. صحيح قلت الرئيس ليش كتير. ما بدي فوت عبريك ليش ما زبطت مع التيار فوت انت والتيار لا كمان ما تفوت لا انت لا لا والتيار لا ابدا عذرته لجبران بسي لا عم تحكي بالانتخابات ايه؟ لا 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 ابدا ما كنت انا ما هنيته للرئيس ميشيل عون لما عمل رئيس جمهورية ما قلت له مبروك. ليه؟ لانه ابو الياس صوت له. ثاني يوم سمعت باعلامهم انه ميشيل مور ما صوت له. بحكي المرحوم ابو الياس اكيد إيه ليش بدي له مبروك؟ طيب واحد صوت لك وطلعت حده بالورقه بعدين قلت ما صوت لي. اثنين بال 2018 بدك تخليه يترك الدنيا مكسور ليه بدك تزله باخر حياته لا ما حدا بزله. ثلاثة هني بالحكم وهني كانوا معهم السلطه ومعهم الاجهزه وعم بيشيلوا ويحطوا ويعملوا وينكلوا ما بقي في رئيس بلديه بالمتن ما اخذوا وخوفوا وهددوا وشلوا ناس صمدوا وهي الاغلبيه وبعض الخونه هلا عم بيطيروا واحد ولا الثاني خونة أكيد يلي بيخون أكيد. يلي بيخون نهج آل المر بالبلديات بيكون أو يلي يخرج من نهج آل المر بيكون خاين لا اللي وهي من أخطاء المرحوم أبو الياس بعترف اللي بيكون شخص لا يستحق أنه يمثل الناس بقريته وكان أبو الياس الله يرحمه معروف بطيبة قلبه وهذا مع أنه كان قاسي وبيجي بيشيله من الغبرة بنفضه عنه وبحطه رئيس بلدية وأول ما يقلب بعد 30 سنة حامله ومنفض عنه الغبرة أول ما يبرم العهد بيلبس كيبي بالمهرجانات وبلش يحكي حكي بلا طعمي هذا شو بدي سميه؟ طيب.